مرحبا بكم في الجزء الثالث من هذا الدرس والذي سنقوم به بشرح فيه increment and decrement operators. اوكي لنبدا على بركه الله. لدينا مثلا دولار فاريابل في يساوي 1 بون فيركل ايكو 1 دولار في. كل شيء جيد حتى الآن، لا شيء قمنا به إلا بتعريف واحد وقمنا بإظهاره. الانكريمنت أي إضافة في بواحد، في بواحد هي الانكريمنت أي في بلس بلس، في بلس بلس كنترول اس لنرى ماذا سيعطينا. قلت اثنان هذا يعني الانكريمنت اي اضافة بواحد، اضافة العدد بواحد، اضافة العدد بواحد. وهنالك ايضا هذه الانكريمنت بهذه الطريقة نفس الشيء، لكن عندما سنراها في درس قادم إن شاء الله في الفور لوب أن هذه ستضيف الانكريمنت قبل العملية وهذه بعد العملية. أوكي هذه الانكريمنت، ولكن الانكريمنت هي ناقص هكذا. سيف لنرى صفر الانكريمنت بليس بلس والانكريمنت مو هذا فقط الذي يوجد في الأوبيراتورز. قد قمت بتقسيم الفيديو وكتبت هذه الكومنت ورأينا بير انكريمنت بوست انكريمنت بير انكريمنت وبوست انكريمنت. كما رأينا هنا انكريمنت دولار اكس باي 1 دين ريتورن اكس، وهنا رأينا بوست انكريمنت ريتورن دولار اكس دين انكريمنت دولار اكس باي 1، يعني حتى تقوم بالعمليه. بير انكريمنت ديركتمنت دولار اكس باي 1 دين ريتيرن دولار اكس، بوست انكريمنت ريتيرن دولار اكس دين ديكريمنت دولار اكس 1. هذا ما رأيناه في هذا الدرس، وهو درس بسيط للغاية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.